نامق أمير خان. نامق أمير خان هو يلي أوص على أبونا نجدت. اسمعني يا فرهاد، أبوك مو هو نجدت أصلاً، أنت بتكون ابني أنا. يلي قتل أبونا نامق أمير خان. أنت بتكون ابن نامق أمير خان. هيجيت اللي شو صاير ابني؟ ما بنعرف امي، ما لقينا حدا فوق، يمكن الصوت اللي طلع من تحت. بس ما يكون حدا صار له شيء. وفرهاد وين راح؟ اهدي مرت اخي، هلا بيجي. كيف بدي اهدى شايفه ما حدا غيري الان؟ انتو كيف هيك هادين؟ انا ما عم بفهم. راح فرهاد وبعد شوي سمعنا صوت مسدس. انا رايح اشوف. اصلي سني. خلاص لا تزعلي حالك أمي. فرهاد شو صار؟ أنت وين كنت؟ سمعت صوت مسدس، أنت منيح؟ شو صار؟ قلي شو في، حكيلي. سمعت صوت مسدس، شو صار معك؟ كنت بتعرفي ما هيك؟ شو؟ شو كنت بعرف؟ كنت بتعرفي انه نامق أمير خان بيكون ابو لفرهاد؟ فرهاد اهدي شوي امي، لا توتري حالك. شو صار يا أخي؟ ما بعرف كيف فرهاد عرف إنه نامق بيكون أبوه. كنت بتعرف ما هيك؟ كنت بتعرف مين بيكون نامق؟ أخي استنى اهدى شوي. كنت بتعرف وقت كنت تقلي انت اسود وانا ابيض؟ اهدى اخي بعدين بنحكي. خلاص اهدى مو هلا، انت معصب، بنحكي بعدين. عن شو بدنا نحكي؟ فرهاد انا عم احكي معك، مشكلتك معي انا وبس، مو مع حدا تاني. اترك أخوك بحاله، يلا فوتوا لجوا. أمي شو عم بيصير؟ فوتوا جلسوم، يلا فوتوا، هذا الموضوع بيني وبين فرهاد بس، تركونا لحالنا شوي. جلسوم تعال فوتوا. يلا. أنا آسف كثير. أنت معك حق تزعل مني، مو من حدا تاني. الحق علي أنا بهالموضوع هاد، حاسبني إلي ولا تحاسب أي حدا تاني. شو عم بيصير؟ ليش فتنا لجوا هيك بدون ما نفهم أي شي ولا نسمع شي؟ أخي قول شي، شبك ليكون نامق إجا لهون؟ منين بده يجي هلأ نامق؟ لكن شو يلي بده يخلي أخي عصب لهالدرجة هاي برأيك؟
بيكون نامق إجا إجا ونزع كل شي من أول وجديد. ما في شي من هاد قولسون. لو إجا كان فرهاد تركه ورجع شي. لو صار هيك شي كنا سمعنا. أنا عم فكر بشي، مو ممكن يكون أخي فرهاد شاف العم نامق وقوص عليه؟ وما تستغربوا إنه يكون موته. ليش عم تطلعوا هيك؟ ما سمعتوا صوت ضرب رصاص؟ جليدة لو سمحتي. طلع فيي فرهاد، لا تسكت هيك، احكي اي شيء. سألني وحاسبني، المسؤولة الوحيدة عن الحقيقة الفظيعة اللي عرفتها ليك واقفة قدامك. يلا احكي وحاسبني ابني. شبك ابني؟ احكي، كسر، اعمل اي شيء، هدم وحرق، حاسبني على ماضيي وخليني اخذ جزاتي، بلكي بخلص من عذاب السنين. انا تعبت من حمل هالذنب الكبير فرهاد. يلا قول الله يلعن الأمهات اللي مثلك، قول الله يلعنك لأني بستاهل. معك كل الحق، صحيح أنا اللي جبتكن، بس ما كنت أم منيحة. بعرفك انخدعت، اللي كنت مفكره خالك طلع أبوك، واللي كنت مفكره أبوك ما طلع أي شيء بالنسبة إلك. معك حق وكل الحق، بس قبل لازم تعرف فرهاد، الدنيا ما زعلتك إلك وبس. أنا الحياة ما ضحكت لي ولا يوم واحد أبداً، وإذا بتقوصني بالمسدس هلأ ما بينزل لي دم، لأني أمك اللي ظلمتك. يلا فرهاد قتلني، ريحني ابني، بتريح حالك وبتريحني كمان. انت مستحيل تكوني امي باي شكل. بتمنى ما يصير شي سيء، ان شاء الله ما بيصير شي سيء. كان لازم هاليوم يجي، رح نستنى ونشوف شو اللي بده يصير. أمي؟ شبك قلي لي صار شي؟ شو أخي وينه؟ راح. شو يعني راح؟ لوين راح؟ أنا طالع أرتاح شوي. فرهاد، فرهاد لا تروح، بترجاك استنى، لا تروح بترجاك. ليك أنا ما بيهمني شو عملت له لنامق، خلينا نروح سوا ونحكي، بس ما تضل لحالك. أنت ما رح تقدر تواجه هاي المشكلة لحالك، هاد شي طبيعي. شو راح؟ المشكلة مانا سهلة بالمرة، ما رح يقدر يتغلب عليها وهو لحاله. أخي قوي لا تخافي، رح يتغلب على هالمشكلة. طيب بلكي كان قاتله لنامق، إذا كان قاتله شو رح نعمل؟ ما بعرف أصلي، بس إذا عمل شي مثل هاد رح يتعاقب أكيد، بس ما بعرف كيف رح يتخلص من العقاب يلي فرضوا على حاله. أنت كيف شايف حالك؟ يعني مثل أي حدا عم يخسر أخوه. انت اللي بقيتي له يا اصلي، انت وبس. هو رح يمسحني ويمسح امي وقولسوم كانه ما كنا بحياته. حياته اللي جايه ابنه وانت. ما عندي حل بعد هلا غير اني استنى شو رح يصير معه. انت منيحه امي؟ قولسوم اتركيني لحالي شوي لو سمحت. كيف بدك يعني اتركك لوحدك؟ انت مريضة أساساً أمي، شايفة لون وشك متغير، شو اللي صار؟ ما صار شي،
فتر راسي شوي، قلت لحالي خليني أرتاح. شو في بينك وبين أخي لك؟ ليش بدك تحكي معه على انفراد؟ حبيت أحكي معه كأم وابنة. انسي لا تفكري بشي. ايه بس انتي لازم تنتبهي على حالك منيح، ولا تخلي شي يزعلك أو يأثر عليكي. ما في شي لا تاكلي هم، خلص لا تفكري بشي. كيف يعني ما أكل همك؟ بكفي إنك مريضة. ما بعرف ليش خبيتي علينا. لو ما أنا قريت الرسالة يلي بعتها الدكتور، كيف كنت بدي أعرف؟ أنتي ليش هيك عملتي؟ ما كنت بدي أزعج حدا فيكم. أنا عم أتعالج أساساً. طيب شو عم بيقولوا الدكاترة؟ عم أخذ دواء بالوقت الحالي. هنن عم يحاولوا تصغير الورم، وعم يقولوا كمان بس يخلص الدواء بيشوفوا إذا بيقدروا يعملوا لي عملية. إيه منيح. رح روح معك لعند الدكتور المرة الجاية. إيه تعي. تعي واسألي الدكتور عن كل شي ببالك، ماشي؟ بكفي أنتو ما تزعلوا. بكرة رح يصغر الورم ورح تعملي العملية كمان، ورح تنسي كل شي صار، وأنا رح كون جنبك على طول، ورح نتجاوز هالمرحلة. ما رح أتركك لوحدك أبدا. رح نتجاوزه. أنا قلقانة كتير. لوين بيكون راح فرهاد؟ أكيد بيكون سمع شي، وإلا شو بده يعمل هون بهالوقت؟ صباح الخير. صباح الخير، أهلا وسهلا فيك. كيفك؟ خير حضرة النائب. السيد فرهاد موجود؟ في مشكلة شي؟ في مشكلة عائلية. شو سبب الزيارة هاي؟ يعني في شي جديد بمشكلة نامق أمير خان؟ لا ما في أي جديد. في إزعاج إذا أخذت من وقتكم شوي. شو عم بتقول إزعاج شو؟ تفضل. تفضل لو سمحت. أهلا وسهلا فيك، بتحب تشرب شي؟ كاسة مي باردة. تكرم. حضرة النائب، شغلت لنا بالنا. أنتوا بتعرفوا عم نتحرى عن ست إيديل زوجة نامق مشان قضيته. إيه صح. في شي مشكلة؟ احتمال تكون تعرضت لشي مو منيح. كيف يعني ما عرفتوا توصلوا له؟ لا مع الأسف، من وقت ما إيديل تركت السيد نامق ما استخدمت لا بطاقة الصراف ولا الموبايل. تحرينا عن هويتها كمان، ما سافرت لأي محل. شو هالحكي هاد؟ شكرا إليك. يعني ممكن إيديل صار معها شي وماتت؟ ممكن تكون قتلت. لقوا سيارتها على طريق منطقة غابات برات البلد، ولهلأ ما حدا لقاها ولا سمع خبر عنها. أنا آسفة كتير. صار لك شي؟ لا لا ما صار لي شي، وقع مني بدون قصدي. أوف، وقع على السجادة. الجو متوتر كتير، وأنا مو متعودة لهيك رشفت إيدي شوي. لا تأخذوني، أنا آسفة. مع مين كانت تقعد إيديل أكتر شي؟ أو من مين كانت قريبة أكتر؟ أو في حدا كانت علاقته سيئة معها شفته أو سمعته هيك شي؟ يعني أوف، هي ما كانت قريبة من أي حدا بالبيت، غالباً كانت تقعد مع السيد نامق، بس ما شفنا لا رفقات ولا قرايب ولا معارف أبداً، ما صدف هيك شي. وشو مشانك؟ يعني شو بدها تكون العلاقة بيني وبينها؟ هي كانت وحدة باردة وبتحب تحط كتير مسافات. كنت بتمنى أشوف السيد فرهاد بس هو مو بالبيت. لا طلع من شوي. بعرف إنه كان يشتغل مع إيديل خانم بالشركة، قلت يمكن يكون بيعرف أي شيء. بتمنى تخبروه بهالقصة. طبعا رح خبره. وبتمنى تخبروني إذا عرفتوا شيء. طبعا لا تشك بشي. عن إذنكم. مع السلامة. حضرة النائب. مع السلامة.
عموما نحن ما خلصنا حديثنا، مو مشكلة منحكي لما ترجعي. بتمنى تنبسطي. مو معقول، ما بظن جوليدا تعملها. مو لهالدرجة هوليا، لا تخبصي بأفكارك. انتي هون يا خبيسة؟ باخد روحك والله. خير شوفي، تركيني وبعدي هيك خلص، خليني اشتغل. في شي حابة تقولي لي وما بعرفه؟ قولي يلا، قوليها بوشي هلأ. شو بدك يعني؟ قلك يعني ما فهمت شو بدك. ليش هيك كنتي عم تطلعي بوشي قدام النائب لكان؟ ما طلعت عليكي فيك شي. اسمعيني منيح، إذا في شغلات تافهة عم تخطر ببالك فطلعيها من راسك أحسن لك، ماشي؟ ولا تنسي أبداً إنه المرة الماضية أنتي نفتي بفضل فرهاد، بس هلأ ما في فرهاد هون، لهيك بدي إياكي تديري بالك أحسن ما تلاقي حالك أنتي وزوجك الأخرس برات البيت. عم تفهمي؟ الله الله، وكيف رح تقلعيني؟ خلص روحي من هون وخليني كمل شغلي، واضحة من حالك كتير. أنتي ما بتعرفيني لسه، بقيت لك وبرتاح منك، عم تفهمي؟ بقيت لك، عم تسمعيني؟ عم تفهمي شو عم قلك؟ بقيت لك والله، بقيت لك، بقيت لك بإيدي. بعدي عني. بدك تسكتي ولا بقيت لك؟ خلص عليكي على الآخر. ما فيك تتصرف بأي طريقة. بعدي عن طريقي ولا تعملي حالك مثالية كتير. نلعي جوليدا. جوليدا شو عم بصير؟ ما بعرف، أنا أعصابي تعبانة كتير، أنا آسفة. طيب تعي معي لبرا، تعي نحكي شوي. اهدي. شو في جوليدا؟ ممكن تقولي لي شو هي مشكلتك مع هوليا؟ سمعت شو قلتي لسونا كمان، انتي حابة تسودي وشي شي؟ خالتي انا ما عملت شي، هي يلي بتضل عم تسمعني حكي كل شوي، مو شايفتيها؟ انتي مو مستوعبة انه البيت صار مقلوب على الاخر؟ نامق امير خان مو هون وفرهاد راح، المفروض انك توقفي معي وتسانديني، بس انتي لاحقة هوليا وحاططيها براسك كل الوقت. جوليدا انا شو عملت خالتي؟ شو بدك يعني اعمل؟ ممكن تقليلي مو على اساس انتي خالتي؟ بدال ما توقفي معي رايحة عم توقفي جنب خدامة تافهة وتدافع عنا كمان؟ شو أعمل يعني؟ ممكن تقليلي خالتي؟ أنا بدي ارتاح شوي من المشاكل. بس مو أنا اللي عم أعمل المشاكل، وين الراحة بهالبيت؟ لسه لهلأ ما فهمتي؟ أنا فهمت كل شي، لسه لهلأ أنت ما فهمتي؟ أنت مانك مضطرة تعيشي هون جوليدا. براحتك، استأجرنا بيت وفي بيت أهلي، اختاري البيت اللي بدك ياه. عم تقلعيني يعني؟ لا أنا ما عم قلعك، بس مدام الناس هدول عم يضايقوكي هون ومدام انتي مو مرتاحة بالمرة، معناتها روحي عيشي هنيك. هوليا مجرد خدامة هون وانتي عم تفضليها على بنت اختك. انا ما بفكر هيك جوليدا، انتي عم بتوصلينا لهي الحالة. انا ما اهتميت فيكي من اول ما اجيتي لعندي، انا ما حميتك، ما دافعت عنك، ما سمعتك، ما تفهمتك، بس الجو مكركب من وقت ما اجيتي لهون. أنا ما استوعبت اللي بينك وبين نامق لسه، وفوق كل هاد تزعلي مني وبتتضايقي وبتاخدي موقف كمان. ماشي أنا ما بس ما بدي اسمع أي شي منك جوليدا، لأنك شو ما قلتي بعد هيك ما رح اعتبر كلامك صح بالنسبة إلي. ما رح أقول شي بعد هلأ، ماشي مثل ما بدك. أنا مضطرة أطلع هلأ، بدي روح شوف فرهاد، وأنت لو سمحتي روحي على البيت، خليكي هنيك اتفقنا؟ لو سمحتي لا تجيبي لي حكي، أنا تعبت وماني متحملة. ماشي. بتبهدليني كأني بنت صغيرة وبتمشي. أنا رح خليكي تندمي على كل هذا الحكي اللي حكيتيه وعلى كل شي عملتيه فيني وبأمي. أنا رح خليكي تندمي على كل هدول الشغلات. يا أخرس، ممكن فضلي تعطيني مفتاح السيارة؟ مضطرة أطلع. أنا بوصلك وين ما بدك أصلي خانو. بدي روح لحالي. لا تروحي لحالك، خليني روح معك. أنت مو رايحة تدوري على أخي فرهاد؟ إيه صح، أنا رايحة أدور عليه. يعني وين متوقع تلاقي؟ بعرف لاقي، هاتو.
شو هالدنيا يا أبي؟ شو هالقدر هاد؟ يلي بتعرفه صح بيطلع غلط، ويلي بتعرفه غلط بيطلع صح. حاسس حالي ضايع ومخنوق كتير. جيت لعندك من جديد بس جاي لعندك ما كانت دوالي. كنت تورجيني كل الطرق. الحلاق نجدت كان يطالعني من الطريق المسدود حتى لو ما في طلعة. بس انت متت وتقطع قلبي. بتعرف هالشي؟ منيت اني صرخ. منيت اني اقول رجعولي ابي. مردت من جواتي وقلت لسه في قدامنا وقت نعيشه. على شو بدي اتمرد هلا؟ احلامي ماتت معك، وامالي ماتت، قطعة مني ماتت معك. قتلوك مرة تانية هلا يا ابي، وهالمرة توجعت اكتر ونزفت. ما عاد في الحلاق نجدتي اللي كنت اسند ظهري عليه وارتاح. وماتت أحلامي اللي كانت جبل. ماني قدران طالع حالي من هالسواد. ما عم بقدر أطلع. وقت بتعرفي إنه الرجال اللي كنتي مفكرتيه أبوكي كل سنين عمرك ما طلع هو أبوكي، شو بتعملي؟ لا تفكري بهالشي، بس فكري باللي بعد هيك. فرهاد ما رح يلتقي بنامي، بس رح يخسر نجدت. ماشي، منبقى اتصال لك. يجيت من خبرك بس يرجع فرهاد. إيه؟ هو قافل موبايله هلا، متضايق بس الا ما يهدى. ايه اصلي راحت ورا وراح ترجعه. سونا كل شي رح يمشي بشكل منيح، لا تاكلي هم. ماشي تيتا وين راحت؟ تيتا راسها عم يجع شوي حبيبي، بس قالت لي بوسي اصغر وقولي له هي مني. وانت ممكن تعطيها بوسه مني؟ ايه طبعا بعطيها. يلا ابني اطلع على السياره لشوف. يلا قلسوم قوليلي امي منيحة مو هيك؟ ايه منيحة، بس يعني انت بتعرف خناقات المعتادة مع اخي، مزاجة معكر شوي، لا تاكلها. طيب ماشي. قلسوم شوفي، ليش زعلتي كل هالقد؟ إني مريضة عبدي. كيف يعني مريضة؟ شو صاير معه؟ طلع في ورم بدماغه. شو عم تقولي قلسوم؟ أنا ما صار لي زمان بعرف، وهي خبت هالشي عنا مشان نحنا ما نتضايق. أنا شكيت فيها، توقعت إنها عم تحكي مع نامق. رحت لعندها وأخذت موبايلها، شفت رسالة الدكتور. بترجعكي لا تبكي. ليكي أمك قوية كتير، رح تتغلب على مرضها ونحن رح نكون جنبها. بعرف إنه هي قوية، وبعرف إنه رح تعيش، وأنا رح أعمل كل شي بقدر عليه كرماله، وما رح يكون في داعي للعملية. بس الموضوع مو سهل بالمرة كمان، مع هيك أنا خايفة عليها كتير.
غريبة كتير. مين يا ترى؟ حبي؟ جنيد؟ شو يلي صار؟ يي؟ فهمني انت كيف وصلت بهالسرعة؟ انت كيف تقولي لي تعو ما بدك يعني طير؟ ركبت جناحات واجيت. قلي لي شو صاير؟ طيب فوت لجوا ولا توقف هون مثل عمود القصر. أهلا وسهلا. مين يلي زعل أميرتي؟ مين نزعلك مرائك ودايقك وخلاك تعصبي على حبيبك؟ ليك أنا ماني معصبة منك جنيد، معصبة من هديك الخدامة الغبية يلي هنيك. هوليا خانو هي يلي ضايقتني، وخالتي أصلي وقفت معه. تعرف شو قالت لي؟ قالت لي أنتي عم تسودي لي وشي. تخيل صرت أنا عم سود لوشها هلأ. وإذا يعني؟ بتجي قلك رأيي بصراحة؟ انتو النسوان غريبين كتير وبتفكروا بشغلات تافهة كمان. هاد هيك قال وهي هيك قالت وهيك صار وهيك ما صار وهيك بده يصير. يعني أنا بكل صراحة ما بعرف ليش بتفكروا بشغلات ما لا طعمة. يعني ما بعرف شو الفائدة من الحكي كله. في مثل صيني بحبه كتير، بتعرفي شي؟ الذكي بيحول المشاكل الكبيرة لأصغر. شو هالحكي البايخ تبعك هاد؟ انت مو شايف الحالة اللي انا فيها؟ عم قلك تعبانة اعصابي كتير وانت مو فارقة معك بنوب؟ خالتي لهلأ ما بتعرف شي بالمرة، ما بتعرف شو يعني تكون محتاج، شو يعني انك تكون شخص وحيد، ما بتعرف شي من هدول. قعدت جوات بيت كبير وعم تلعب لعبة الاميرة، شو هالشغلة يعني فهمني؟ بس انا رح ورجيها، انا رح علمها كتير شغلات، رح علمها ياهن وحدة ورا وحدة، وصدقني اذا انا ما بخليها تندم على كل شي قالت لي اليوم وقبل، ساعتها أنا ما بيكون اسمي جوليدا. أنت معصبة كتير باين عليكي. بعتذر، أنا من لما أجيت لهون عم أحكي لك عن همي ومشاكلي. لا لا، شي طبيعي كتير إنك عم تخبريني. ليش أنا يعني هيك بحبك على الفاضي وبس؟ شو هالحكي هاد؟ إذا ما حكيتي لي لمين بدك تحكي يعني؟ لا لا تشوفيني هيك. أنا صحي بضحك وبمزح ومن الحكي، بس أنا كتير حساس وعاطفي وبتأثر بسرعة. لا تطلعي هيك، أنا بحبك كتير. أنا بفرح وقت الفرح وبحزن وقت الحزن وبحلم كمان. وتأكدي إنه في رجال رومانسي ورا هالشخصية. بس طريقتك كتير سيئة. شو؟ بصراحة التعبير عندك سيء كتير. المقدمة، المحتوى، الخاتمة، ولا شيء. أنت بس بترش الحكي هيك رش على الفاضي، يعني ما فهمت عليك شيء. معناتها خليني أكون صريح معك شوي. أنا كل مشاعري إلك، ويلي بزعلك بزعله كتير بزعله. يعني انت هلأ عم تعبر لي عن حبك؟ ما رح تزعلي بعد هلأ، لأني أنا موجود وأنا هون. إذا كان بدك تنتقمي من حدا أنا بنتقم لك، أصلي أو جيم هاد أو هداك، وما حدا بيفرق معي بالمرة. أنا هون لخدمتك. انت بصراحة رجال غير كل الرجال يلي بعرفه. ايه صح، أنا شخص مختلف. معناها من هلأ ورايح نحن سوا بكل الأحوال. اتفقنا لك.
انت شو عم تعمل فرهاد؟ نسمع صوت رصاص ونامق ما حدا بيعرف وينه. ما بعرف شو ممكن تكون عملت، حملت حالك ورح تفهمني شو عم بصير معك. متضايق وبدي ضل لحالي، تركيني لحالي وروحي. ليش لحتى روح واتركك لحالك؟ ليش؟ شو اللي مخليك معصب لهالدرجة؟ كنت مفكر اني ما رح اقدر لاقيك؟ قد ما طرت على الموتور ودعست بنزين على الآخر بالنهاية رح لاقيك فرهاد. أنا مريض عنيد دكتورة، لسه ما قطعتي الأمل؟ لا لسه ما قطعته. ليش حتى أقطعه؟ أنا بحبك كتير، أنا مغرومة فيك، كيف بدي أقطع الأمل؟ هاد غير إني مو متعودة أترك الناس اللي بحبهم وأمشي. بس كلهم راحوا، الحلاق نجدة راح كمان، قلت يمكن يشيل همي، لهيك رحت زرته، حكيت له، بس هو ما سمعني، هو كمان تركني مثل كل الناس. ما حدا بيترك حدا بدون سبب، بس أنا هون فرهاد، ليكني أنا ما رح أتركك، رح ضل جنبك. وموضوع الوشاية للنائب أجوز هو جزء من الحب عندك دكتورة؟ ايه تماماً هو هيك، بس انت أعمى لدرجة ما فيك تشوف هالشي، لأنه الحياة بالنسبة إلك ما فيها غير أبيض أو أسود، مشان هيك ما بتفكر ليش أنا قلت له، وإذا شي حدا كذب عليك بتروح بتقطع راسه وبيخلص الموضوع عندك. ايه تماماً هيك، هالمرة حكيتي صح. بس أنا مو هيك فرهاد، إذا سكتت فأكيد بيكون في سبب. كنت بعرف إنه نامق أبوك بس ما قدرت قلك. يا تار خانو متدخلت علي، قالت لي اصحك إذا قلتي له بيروح وبيقتل نامق فوراً. قالت لي ما بيكفي، بدك يانا نسرق الطفولة اللي جواته كمان. قالت لي بلا ما نقتل الحلاق نجدة الموجود معه ما قدرت فرهاد، وساعدت النائب حتى ما تعمل أي شيء سيء لنامق وتنحكم بعدها. واضح؟ شو هو الشيء السيء؟ قولي. انسى فرهاد مو مهم. قولي أنا ما عاد أتوجع، قولي يلا. حتى ما تقتل أبوك. لا تاكليهم، أنا ما رح أقتل نامق. شو عملت لك؟ أي نوع من الرجال أنت؟ أي نوع من المحتالين أنت؟ أنت مستحيل تكون أبي، أنت مستحيل تكون أبي، لك مستحيل. أنا ابن الحلاق نجدة الطيب اللي أخذته مننا ويتمتنا بعده. فرهاد ابني أنا مو ابنك، لا بقى تعيدها بالمرة. وصلنا لنهاية الطريق، فيك تنكر الحي قد ما بدك فرهاد. أنا أبي هو الحلاق نجدة، الحلاق نجدة، فهمت؟ معنا فيك تقتلني هلأ فرهاد. صحاب مسدسك رجال وموت مثل الرجال أحسن لك، موت بشرف. أنت ما بتستاهل هالشي كمان، أنت مو أكتر من كلب حقير، ما بتستاهل فرهاد. فرهاد ما فيك تغير الحقيقة، إذا درت ظهرك ومشيت يا فرهاد أنت ابني، وهي الحقيقة، أنت ابن نامق أمير خان حتى لو نكرت. فرهاد فرهاد. يعني تركته لحاله ورحت مو هيك؟ انسي الموضوع وقطعي الأمل مني دكتورة، نحن وصلنا لنهاية الطريق، أنا ما رح أقدر أمسك إيدك. طالما أنا ضايع هيك صعب، بلا ما نضيع نحن الاثنين. ما رح نضيع، لا تاكلها. ما فيك تغيريني، فهمي بقى، تركيني تركيني وروحي. Thank you.
أنا قلت من زمان إني بعرفك من جروحك، ما رح أقتنع بهالحكي. عم تعمل كل هاد مشان روح، بس أنا ما رح أسمع منك وما رح روح. رد علي الشباك. يلا جنيد لازم تروح بقى. مو جاي على بالي روح بالمرة. خليني هون. يلا روح، صعب كتير، أصلي ممكن تجي بأي وقت وممكن تشوفك. يلا روح اسمع كلامي. أعطيني بوسي قبل. يي جنيد. يلا. يلا. ها؟ موبايلك عميرن. مين هاد؟ رد علي. ألو. ليش ما بترد على موبايلك يا غبي؟ أوه لك كيف حالك يا خال؟ وأنا عم أقول لا عم تتصل ولا عم تسأل عني، خلص قلت نسيتني راحت الأيام. والله انشغل بالي عليه. حاج تقري واسمعني بقى، أنا عم أزحف في هذا المكان السخيف من كذا ساعة. بدك تعذرني والله يا خالي، عندي شغل خاص اليوم. أساساً وقت منشتغل مع بعض ما بتزبط، منفشل. أنا مجهز هلأ، آسف. ليك افتح أدنيك واسمع جنيد، أنت ما رح تقدر تعيش كل عمرك هربان، مو هيك؟ أنا عندي حل مناسب لك، تجي لعندي فوراً وأنت الكسبان. طيب مدام أنت مصر هيك أنا رح أجي لعندك. أنت وين هلأ؟ جد انت فظيع، المكان اللي انت فيه ما بيخطر على بال الشيطان بذاته. انت زلمي محتال يا خالي، محتال. يلا انا جاي لعندك. شو قال لك؟ يعني هو شو بده يقول؟ طبعا هو بحاجة لذكائي الخارق. عم بيقول لي تعا ساعدني وما بقدر اعمل شي بدونك، وانت بتعرفه من الحكي هاد. ليكي انا رح روح شوف شو مشكلته وبحكي معك يا حبيب. بتقولي عني عنيد وانت عنيدة أكتر مني. شو عم بيصير؟ ليش وقفت أصلي؟ وقفت، كنت رح اتصل فيك، كتير منيح. ليش؟ شو صاير معي؟ ها حسرة تعي. مرحبا. مرحبا. مصطفى وحسرة هربانين. من وين هربانين؟ هربوا من البيت مشان يتزوجوا، وسيارتهم اتعطلت مثل ما انك شايف. عم يدوروا على مكان يقعدوا فيه قبل ما تعتم الدنيا. ليش نحن وين عايشين يا أخي؟ ليش ما بتروح بتطلب إيد البنت من أبوها؟ أنا مستحيل ارجع على بيت أهلي لو شو ما صار. نحن الاثنين منحب بعضنا من زمان، إذا ما بدكن تساعدونا قولوا، مندور لحالنا على شي مكان. خلص تعال، إلا ما نلاقي لنا شي حل. تعالوا لهون. تعالوا اركبوا بالسيارة والحقوني. يلا يلا اركبي، هو مو مثل ما نبعين، هو أنت جيب الشنطة. يلا يلا طلعي، هو ما بيأذي حدا غير حاله أصلا. لكن هيك صار يا خالي؟ يعني ما عاد في غصن تتمسك فيه؟
من وين؟ لوين؟ معقول يا جنيد معقول؟ أنا ما عاد في إلي حدا بعد هلأ، لازم لاقي طريقة وهرب فيها فورا. مع أن وضعك مو منيح كمان، بس هي مسألة تانية. نحن واقعين بمشكلة كبيرة يا خال، بس تعلمنا من التجربة أنه ما فينا نعتمد على واقفين. وهذا رأيي كمان. أنت دخلت بلعبة كبيرة بس ما أنك عرفان. كيف يعني؟ أنا أبو اللعب وأدى يا خال. قلسوم وعبدين عطوا الشرطة تسجيل لصوتك، اعترفت فيه أنك أنت اللي قتل جيم. أنا عرفت قبل ما أترك البيت، والتسجيل عند الشرطة. رح تخبرهم بكل شي عملته بحياتك من أول قتلك لجيم لكل الجرائم اللي عملتها. أنت عم تفهم؟ بلا حكي فاضي، ما فيك تثبتي هالشي. نحن غيرنا المسدس وخلصت من الجريمة وأنا هلأ نضيف. كوت، يعني أنت لازم تهرب بأسرع وقت ممكن. أنا كنت حاطط خطة لحالي بس صار شي وعطلني. أكيد مشكلتك المصاري، إذا كان هيك أنا رح حلها. ليش لسه في معك مصاري؟ ما جمدوا لك الحسابات؟ بيكفيك مليونين؟ خلينا نقول ثلاثة. ليش بقى؟ اللي أنت منين رح تجيب المصاري؟ من البيت. في عندك شي طريقة؟ معقول ما عندي؟ شفت شي مرة قفل جنيد ما بيقدر يفتحه؟ بس أنت ما فيك تهرب هيك وأنت من صاب خالي. تعال أخذك على الدكتور، خلي يشوفك ويفحصك ولاقي لك شي محل ترتاح فيه. ما بيصير هيك. بلا حكي فاضي دكتور. شو؟ لمرة واحدة اسمع مني خالي، رح أخذك لعند حدا موثوق لتاكل هم. الحقني وما رح تندم بحياتك. خلص روق. يعني ما رح تجي اليوم؟ ايه فهمت. خالتي أنا سمعت كلامك وأجيت على البيت، يعني لا تاكلي همي، ما في أي شي. ماشي. طيب ماشي، الله يسلمك. وينك أمي؟ أمي أنا أجيت. وينك؟ ردي علي. والله أنا خلص متت من التعب اليوم، والزلمة ما رضي يعطيني بالدين. بس لا تاكلي هم، حليت الموضوع. شو؟ ماما؟ 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 ماما أنت شو عملتي؟ ماما شو عملتي؟ ليش هيك عملتي؟ ماما؟ ماما انتي شو عملتي؟ ماما اصحي بترجاكي، اصحي ماما، اصحي ماما، ماما اصحي. خليكن هون شوي. خلينا نعملهم شي ياكلوا بالأول، بعدين بنعرف شو هي مشكلتهم. يعني شو رح تكون مشكلتهم برأيك؟ أكيد بيكون طلب إيد البنت وأبوها ما رضي يعطيها لأنه فقير، قاموا هربوا. شو هالحكي؟ إذا أبي ما عطاني حبيبي بقوم بهرب معه؟ ورطوا حالهم بمشكلة كبيرة كتير. خد. أنت قديشك واحد شكاك؟ هاي البنت شكلها مرتاحة وما عندها مشكلة، بس الشاب مو مثل أبدا، شكله خايف كتير. طيب شو الحل برأيك لكان؟ ما بعرف. أنا رح أخذ مصطفى بعد الأكل وأحكي معه، وأنت كمان أحكي مع البنت. طيب منيح. خلينا نعرف شو همهم. كيف شايف حالك هلأ؟ يعني ماشي الحال. مو كل ما عصبت تروح فوراً.
أنا بدي إياك تسمعني وتوثق فيني. صعبة شي؟ بترجاك احكي معي وطلع اللي جواتك. ليك هذا الموضوع ما فيك تحله لوحدك بينك وبين حالك. لا تقولي لي شو لازم أعمل دكتورة. ليش حتى ما قلك؟ أنت مو دائما بتقلي أعملي هيك وساوي هيك؟ شو بصير إذا سمعتني مرة؟ وقت ما كنتي تسمعيني كانت تقع المصايب فوق راسك، مو هيك؟ ايه ما عم انكر، اندمت وبعترف، بس انت اسمعني مرة واحدة بحياتك. بترجاك حاول تسمعني. حاولي ما تتدخلي. خلص انسى الموضوع. شكراً إلك. شو وين راحوا الشباب تبعنا؟ والأخرس مو هون؟ شو تركوا المكان بدون حراسة ومشيوا؟ وين أهل البيت كمان؟ جوا هاندان خانم. منيح. هيك لكان عم تقدر تشرب الشاي هنيك وأنا عندي أطيب شاي بالعالم. مستحيل إني لاقي شاي أطيب من الشاي تبعك أنت. شي حلو، بدل ما تشوف شغلك برا جنب الباب واقف هون عم تتسلم هيك أخرس أفندي. لا تأخذيني، ليش الشباب مو برا؟ ايه بلا برا، بس لو فات حرامي على البيت ما رح تدروا فيه. أنا آسف. بتحبي تشربي شاي هاندان خانو؟ لا ما بدي. ايه وأهل البيت وينهم؟ روحي خبريهم هلأ، بدي اجتمع فيهم وحاكيهم. يطار خانم بغرفتها فوق وقلصون فوق كمان، رح خبرهم. يطار خانم تسمحي لي فوت؟ تعالي هوليا. عفوا يطار خانم، هاندان خانم اجت. هاندان خانم؟ خير، شو اللي جابه؟ قال حابة تجتمع تحت فيكم بالصالون. طيب. يا تارخانو شو فيك شي؟ لا أنا منيحة، بس الظاهر قمت فجأة، حسيت راسي فتل شوي. روحي أنت هوليا قولي لها جاي. أنت متأكدة؟ يلا حبيبتي يلا، ما في شي. دخيلك يا ربي ساعدني. يعني أبوها مو موافق؟ إيه أخي. إيه هنن ما عطوك بنتهم لأنه ما عندك شغل.
ما في شيء تاني بيناتكم غير هيك؟ لا يا أخي، مثل ما قلت لك هو موضوع الشغل. طيب شو رح تعمل هلأ؟ رح تكتب كتابك على البنت بكرة، وبعدين رح تمسكها من إيدها وتأخذها على بيت أبوها وتقول له نحن تزوجنا، وأبوها رح يقول لك مبروك، مو هيك؟ هيك أمور مو بهالسهولة أخي، يعني الشغلة مو بالحكي. نحن منحب بعضنا البعض من وقت كنا أولاد صغار، كنا نلعب، كان مصطفى يضل يلحقني وين ما بروح وبيجي. لما كنت روح عبي مي مثلاً كان يمشي وراي ويضل عم يلاحقني من بعيد لأرجع فوت على البيت ويأمن علي. لهالدرجة بيحبك وبيخاف عليكي؟ ايه، وأنا كمان بحبه كتير. بيكفي إنه نضل مع بعض، الباقي مو مهم. بيكفي يكون مصطفى جنبي كل العمر، بعيش معه بأي مكان. يعني الحب هيك يا أخي؟ أنت بتعرف هالشي. صحيح نحن رجال بس عقولنا صغيرة. ايه خلينا نعترف، الواحد فينا ما بيقدر يمشي من هون لهنيك إذا ما كان عنده حبيبة قريبة منه. حسرت مثلاً، تعرف عني كل شيء، مشاكلي، همومي، بلا مو جوعان، تعرف إني كذاب. هي بتعرف من عيوني إذا كنت تعبان أو مهموم، بس وقت بتمسك إيدي لا بيضل في تعب ولا هم. برأيكم أنتوا رح تكونوا مرتاحين بدون ما يكونوا أهليكم رضيانين؟ فكروا منيح بهالخطوة. شو اللي بدنا نفكر فيه؟ إذا بحبه، إيه بحبه. أنا مو هاد قصدي، بس الزواج ما نو قرار سهل أبداً. أنا ما بقدر أعيش بدون مصطفى. هاي أنتي كمان بتحبي زوجك وهو كمان بيحبك، ما نزل عيونه من عليكي، مو هيك؟ أنتي هيك شايفة؟ نحن فتنا بطريق معين، ما بعرف، خلينا نشوف شو اللي رح يصير معنا. بس ما رح أترك حسرت. مسكت إيدي وقالت لي تعا نهرب، ما رح أتركها لآخر نفس بعمري. البيت انقلب فوقاني تحتاني، اتصلت بالشركة، ما فيها حدا بالمرة، بيجي على البيت لهون، كل واحد فيكن بمكان، الأخرس تارك شغله وعم يغازل مرته، والسيد فرهاد ما حدا بيعرف وينه. قلتلك أنا من قبل، قلتلك دير الشركة، بس أنت بالمرة، بفوت الكلام من أول إذن وبيطلع من الإذن التانية. ونامق فايت بمصيبة كبيرة وما بيقدر يجي على البيت، إيه، كل واحد راكد ورا همه هون. نامق مو فايت بمصيبة مثل ما قلتي، هربان من القانون، هو خايف يتعاقب على الغلط اللي عمله. الناس هدول هن اللي عم يفتروا عليه، وانتو عم بتصدقوا هذا الافتراء تبعهم. أسفي على هيك عيلة، يا أسفي على هاي العيلة كلها. طبعاً انت هذا اللي كان بدك اياه من زمان وهلأ عم تستمتعي فيه. يي من زمان كتير نامق ما أكل شي، بس طعماكي انت وعيلتك ودار باله عليك وعلى عيلتك، بس انت صدقتي كذبتن. أنا بحمد الله إنك ما فكرتي تقتلي أخي لتستولي على ميراثه. أمي انت شو عم تقولي؟ شو هذا الحكي اللي عم تحكي؟ ميراثه قتل ومن هالحكي؟ الواحد ممكن يتوقع كل شي من الناس الطماعين يا ابني، وانت افتح عيونك منيح وحاول تنفض بريشك، اسمع كلام أمك، ممكن تتوقع أي شيء من هي المرأة. بكفي خالتي، أنت ما بصير تحكي هيك مع أمي. بتعرفي شي عن حياتها ومعاناتها أصلاً؟ جلسوم، نحن متعودين على حكي خالتك حبيبتي، تركيها، خليها تفكر كيف ما بدها. إذا كانت بتحتقرنا لهالدرجة تقدر تروح على بيتها. مستحيل نروح لمحل وأترك لك البيت، هذا البيت بيتي أنا. لا تروحي أختي، خليكي، نحن ما تعودنا نطرد الضيف، ضلي قد ما بدك. وقت بتحبي تروحي فيك تروحي، ما منمنعك. انت شو عم تعملي عندك فوق؟ عم طلع شراشف ومخدات، كيف بدهم يناموا يعني بلا شي؟ نزلي من عندك، أنا بنزلهم. وليش أنت لتنزلهم؟ كيف بتطلعي لفوق وأنت حامل أصلي؟ أنا دايرة بالي منيح، أنت لا تأكل هم،
خدي نزلتهم كلهم، ما بدي كل هدول. الانتباه آخر شي انتي بتعملي، مو هيك؟ كل شي بتعمليه ما بتفكري فيه منيح. هيك عم تظلمني. عموما الضيوف تعبانين، رح زبطلهم لدخوت مشان يناموا، بس أنا كتير زعلانة مشانهم. هنن يلي اختاروا يمشوا بهذا الطريق، ما بدهم من الدنيا غير انهم يكونوا مع بعض كل العمر. فرهاد، ونحنا كمان كان عنا أحلام بتشبه هاي، بس ما تحققت. ما هيك؟ الأحلام مو دائما بتتحقق دكتورة، الحياة صعبة. لا الحياة مو صعبة، الناس صعبين. قصدك أنا صعب؟ أنت ما بتعمل جهدك، بس يصير معك مشكلة تهرب منها فورا. هدول الولاد ما عندهم شي، معهم شنطاية وحدة حاملين فيها عشقهم وحبهم، ما معهم أي شي تاني. برأيك لو ضلوا واستسلموا كانت الحياة رح تكون أسهل بالنسبة إلهم؟ يلا جاوبني فرهاد. مرحبا، دخلنا هيك بس بتمنى ما تأخذونا. لا نحن كنا بس عم نحضر الشراشف والمخدات. طيب خليني ساعدك. لكان مصطفى يلا. ما في داعي، طلعت كل شي. مو معقول قديش لابقين لبعض انتو الاثنين. أنا متأكدة إنه عرسكم كان حلو كتير. فعلا كان حلو كتير، معك حق. أهلا وافقوا على زواجكم فورا لما طلبت إيد أخي؟ لما طلبت إيد أخوه وافق فورا، كان متضايق منه وما صدق. بس ضليت بعصمتك، حتى لو حبيت تتخلص مني رح ضل فوق راسك وما رح تقدر. الإنسان بيطلب الخلاص من يلي بيحبه، مو شايفة أخي فرهاد قديش بيحبك؟ ما بعرف، خلينا نسأله ونشوف. شو يا أخو فرهاد؟ طبعا أنا بحب أخي، ما في شك بهالشي. أنتوا محظوظين، كل الأمور منيحة تمام، الله لا يفرقكم. لو سألتوا أبي بيقول كل شي صعب. أكيد أنت أبوك ساعدك وقال ابني حبيبي رح يتزوج. أنتوا لسه مو كاتبين كتابكن لهلا، لهيك ما فيكن تناموا لوحدكن. فوتي نامي مع أصلي، وأنت تعا معي لشوف. في خزاني جاب طاولة البلياردو. إيه؟ تفتحي الغطا بتلاقي خزني تحتها، كلمة السر هون، احفظيها وكبي الورقة، تاخدي المصاري بكل بساطة وبترجعي. شغلي سهلة. قدروا يحشروك بالزاوية بطريقة سيئة كتير، واضح أنك متوتر. من قبل ما كنت خايف لهي الدرجة. وجنيد كمان إله غلطاته أحياناً. سبحان الله. شو رح يطلع لي من هي العملية؟ الله يسامحك يا بيبي، ما قلنا أنه نحن سوا على الحلوة والمرة؟ مو رح نمشي بهالطريق سوا؟ رح نطلع من هون مع بعضنا. شوفي لسه هيك لكان. ايه معناتها متفقين، بس أنا عم أحكي جد بموضوع أصلي. أنا ما رح أتحرك من هون قبل ما خليها تندم على كل شي عملته معي جنيد، وبعدها بروح معك وين ما بدك. روحي جيبي المصاري وتعي، وبعدين اعملي بأصلي اللي بدك اياه، ما بيهمني بالمرة. شو دخلني؟ هاتي المصاري وتعي، وهذا هو اللي بيهمني وبس. اعتبره صار. بابا، انت مو ابي ولا انا ابنك. بلا انا ابوك يا ابني. فرهاد لا تعملها.
فرهاد؟ فرهاد شو عملت؟ لك انت ليش قتلته؟ بابا شو عملت؟ ضغط على جرحه منيح. بابا سامحني، بابا سامحني. فرهاد؟ مصطفى؟ صباح الخير اختي. صباح النور. شفت فرهاد شي؟ ما بعرف، لما فقت ما لقيته. طيب فرهاد؟ لا توقفي مشان نشارة. لا ما تخاف، بتضلي عنيدة. الحلاق نجدت كان عنيد مثلك كمان، لو كان عطاني لنامق ما كان خسر حياته، وما كانوا جلسوم ويكيد ضلوا بدون أبوه. بس يكيد قال لي مرة، أنا الأبيض وأنت الأسود، أنت ابن مين؟ لا أقدر تصير نامق ولا أصير الحلاق نجدت. ما في داعي تكون أي حدا منه، ما في داعي، أنت فرهاد وبس. أنت زوجي وأبو ابني، الرجال اللي بحبه. ما في داعي تكون شخص تاني أساساً. أنا ما بستاهل إنه يضحي الحلاق نجدت بروحه مشاني. صار اللي خاف منه، مسكت السلاح وموتت ناس. هو كان صاحب ضمير ما بيفرط حتى بنملة، وأنا صرت قاتل هيك ببساطة. قلت لك لا توقفي عندك. لا تخاف، ما فيني شي. أكيد ما في شي. خلينا نروح. صباح الخير. صباح الخير. يا ريت تجوا على الوقت مرة واحدة بس. هوليا شو وين أمي؟ ما لقيتها بغرفتها. طلعت من الصبح بكير، طلبت تاكسي وراحت. مو أنا أجيت؟ بتكون هي انزعجت طبعاً. حتى لو البيت مسجل باسمها مو معناتها أنه هي ست البيت، بس ما رح تترك العرش وتمشي. فيلدان كيف أمي؟ حكيت مع مبارح، قال هي منيحة بس صوتها ما بيوحي بها الشي. بضل وضعها أحسن من هون، لترجع هذا البيت بالأول، بعدين بتجيب بنتها وبترجع هي. شو عم تقولي أمي؟ شو هالحكي هاد؟ أنا استشرت المحامي، أنت رح ترفع دعوة ورح تاخد حقك بالكامل. أمي شو هالحكي اللي عم تحكيه؟ يعني ما عاد عنا بين كل هالمشاكل غير البيت؟ أوعك تقول عنه بيت، الموضوع المعنوي أهم. أنا ما رح أترك هالبيت لحدا. ماشي، بس شو مشان قرار خالك خالي؟ حكى هالحكي وقت كان بالبيت، بس هو هلأ مو هون، أنا هون، أنا كبيرة العيلة وأنا صاحبت القرار. بدل ما تعتذري منا راكدة ورا المصاري والأملاك، مو هيك خالتي؟
الصراحة نحن مو كتير مهتمين بالبيت، ما بدنا يا كلثوم اهدي شوي شبه، ما في هيك شيء. رح نشوف بعدين إذا كان في هيك شيء أو لا، وبعدها بتبقى بتقرر. ممكن سكر على هالموضوع أمي؟ بس يجي فرهاد رح ينحل كل شيء أساساً، منرجع للنظامنا القديم، لا تاكلي هم. ليش مين هو فرهاد؟ أنت ابن أخت نامق الحقيقي وأنت وريثه الوحيد، وبما أنه نامق ما في عنده أولاد فكل شيء بيملكه هو من حقك أنت، وحقنا ما منتركه ورح ناخده بالقوة. إذا ما رح تاخده أنا رح آخده. في شيء بعينك؟ لا أنا بالغت شوي، لو تركتك ما كنت خليت ولا شجرة. خدعة يعني؟ ايه طبعا. مصطفى، 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 ضربوا على رأسه فرهاد. حسرات، حسرات. شو صار لحسرة؟ قلبين لا تعمل هيك بترجاك. لا تبكي ولا تطلعي فيي، يلا انداري. لا تقتلني بترجاك ألبير، بترجاك. أنا لازم أقتلك، ما في غير هيك. فيك تقلو لأبوك، دورت عليهم وما لقيتهم. بترجاك لا تعمل هيك أخي، خليني أهرب، ما رح يعرف أي شيء. واقف عندك هي، اوعك تقرب. خلينا نقعد نحكي مع بعض. رح أقتلها. لا تتدخل، خليك بعيد. حسرة تلطخت شرف العيلة، وأنا رح نضف هالعار، ما رح نقدر نتحمله، ما في غير هيك. ترك المسدس من إيدك، خلينا نحكي. شوي شوي على مهلك، شوي أخوي شوي. أخوها لحسرة ضربني، رح يقتل حسرة أكيد. اهدى، ما رح يصير شي. شوي شوي، قوم على مهلك، يلا قوم يلا. شو رح يصير إذا قتلتها؟ رح تموت ورح نخلص من العدية اللي لحقنا. إذا قتلتها مو بس هي رح تموت، وأنت رح تموت معها، اثنين رح يموتوا بنفس الوقت. ما رح يصير لي شي ولا رح نحبس. هاي الأمور مو بهالسهولة يا بطل، هاي الجريمة عمرها ما رح تتركك، رح تعيش بأحلامك. باللحظة اللي بتموت فيها أختك بحضنك بيموت شبابك معها، أحلامك، طفولتك رح تموت، عمرك ما رح ترتاح يوم. تعرف شو هو الأسوأ من كل هاد؟ بعمرك وحياتك ما رح تقدر تسامح حالك. منين بتعرف هاد الشي؟ منين بتعرف؟ قتلت شي حدا من قبل؟ بعرف أكتر ما بتتصور. أنا مضطر، ما في عندي حل تاني. عندك، فيك تغير كل شي. لا تعمل يلي قالك عليه أبوك، الرجولة يلي عم تحكي عنها والشرف يلي عم تحكي عنه ما بيجوا لما بتقتل أختك ولا وقت بتحمل المسدس. كيف بدي واجه أبي لكان؟ بتسمي الرجال يلي أعطاك المسدس لأيدك أبوك؟ الأب الحقيقي مستحيل يقبل إنه ابنه يصير قاتل. اللي حدا بيقول للرجال يلي بيفرض بولاده بيخلي ابنه يقتل ابنه أب شي، الأب هو اللي بتهمه مصلحة ولاده، ما بيبعته على المجهول ولا بيخلي حياته سودة. عاني الناس اللي بتحبهم وترك هالسلاح من إيدك، وإذا كنت مصر إنك تضغط على المسدس اللي بإيدك ما عاد تشوف أختك بحياتك ولا عاد تسمع نفسها، بتموت. أختي سامحيني أخي حبيبي، رجاك تسامحيني. أنت صرت طيب كتير. شو أخبارك يا بنت؟ شبك خير؟ ليش انزعجتي وقت شفتيني؟ لا أبداً،
بس بظن إنه أصلي خانم قالت لك روحي من هون. إيه؟ هي مو بالبيت، بس استغربت ليش جاية لهون. استني لحظة، الظاهر أنت مو فهمانة. أنا بعرف طبعاً إنه خالتي مانا بالبيت، في إلي كم غرض أجيت لحتى أخذن وروح. منيح، فوتي. في حدا بالبيت؟ قلت بشوفهم، وينهم هن موجودين هون؟ بالجنينة، بتشوفيهم بس تخلصي شغلك. شكراً كتير إليك. ماشي حبيبتي، موفقة بشغلك. بنت غبية. هاندان خانم مرحبا، كيفك؟ عرفت انك اجيتي من زمان، قلت لأجي وسلم عليكي. شفت هوليا قالت لي انك هون. شو كيف صحتك؟ أنت منيحة؟ منيحة. يلا طلعي، في عندي شغل هلأ، بيجي بعد شوي ومنحكي إذا كنت كتير حابة. بشوفك لكان. خد شوف شو جابت لك تيتا حبيبي. يا عيني، شايف قديشون حلوين ابني؟ كتير حلوة أمي. شوف شوف شو جابت لك ستك. وجبت له ميو وشورت كمان. يا اطلعي عليهم. يا الله حبيتهم كلهم، كتير حلوين عن جد. وأنا عم أقول لوين راحت أمي من وش الصبح. يعني أنت شو خطر لك تطلعي بهالوقت؟ ايه فقت بكير، قلت لحالي بلا ما اقعد وشي بوش هاندان ونضل عم نتناقر، قلت بطلع شوي بتمشى احسن. لو قلتي لي كنت اجيت معك وتمشينا مع بعض. خلص المره الجايه بنتي، ما صار شي. هاتي هالتياب لاعطيهم لهوليا لتغسلهم وتكويهم مشان يقدر يلبسهم. يلا رح اقوم. شفت شو اشترت تاتا لابني حبيبي الصغير نجدت؟ تياب حلوة كتير لابني الحلو. ألو نعم. صباح الخير يا تار خانم، معي ما هيك؟ أنا بنتها، تفضل. أنا عم اتصل من العيادة. ايه تفضل، فيك تقلي شو بدك؟ خير في شي؟ يا تار خانم نسيت بطاقتها بالعيادة لما اجت اليوم الصبح، حبيت خبرها مشان ما تدور عليها على الفاضي. طيب فهمت، ماشي انا بمر وباخدها. شكرا كتير لانك اتصلت وخبرتني. طيب فيك تعطيني العنوان؟ طبعا، شارع 18 جادة رقم 43. الله معكم موفقين. شكرا لك. بالشي اللي عملته أنقذت حياة ألبير وحسرة من الموت. أنا ما عملت شي. كيف يعني؟ لو ما أنت تدخلت كان ألبير موت حسرة. مسكوا المسدس وهو بهالعمر، مفكرين الشغلة بطولة. لو أبوك هون كان رفع راسه فيك. بس ما أنا هون. أنا عم أحكي عن أبوك نجدت، ليش عم تهرب؟ لما عم أقول إنه أنت ابنه. أنا ما عم بهرب من شي دكتورة، تركيني لحالي لو سمحتي. أنا هون. لا تلمسي جروحي مرة تانية، بتوجعيني كتير. يا ريت تروحي. ما عم فكر إني روح، لا تتعب حالك وتقلي روحي. ماشي، خلي أمورك لحالك معناتها. ممكن، أنا بحب أعتمد على حالي. وكيف رح تاكلي؟ لا تخاف، بعرف اتصرف. مو في بحيرة هون؟ المعنى رح صيد سمك. رح تصيدي سمك؟ ايه. وكيف رح تصيدي؟ هلأ بتعرف كيف. منيح، بتمنى لك التوفيق. شكرا لك. Thank you.
شو عم تعملي دكتورة؟ شو عم تعملي؟ خير يا تارخانم، شو أنتي مريضة؟ لا جوليدا، بس كان راسي عم يوجعني. عليك العافية. أنا لو ضليت عايشة بهالبيت كان صابني 100 مرض ويمكن كنت متت. منيح يلي وقفت عندك على وجع الراس وبس. وجود هاندان خانم بالبيت لحاله مرض. كل بيت وإله مشاكله. على ذكر هاندان خانم، شفتها من شوي بغرفة العمنامق قاعدة على مكتبه، يبدو عم تفتش بالوراق والملفات تبعه. شكلها قاعدة عم تخطط أو يمكن عم تخبي شي. بتكون عم تدور على سند الملكية. يمكن. هي بصراحة ما حكت لي، وعيب أنا أقول هالشي، بس ما عم تتوتري من وجودها بالبيت؟ إمتى رح تروح برأيك؟ قد ما طولت بالقعدة رح تروح. عليك العافية. الكنة الجديدة للبيت إجت، يا أهلا وسهلا. ما بدك تردي؟ هوليا؟ ليكي لازمني شنطاية كبيرة شوي، بدي حط ثيابي جواتها. لا تطلعي فيني هيك، روحي جيبيها بسرعة مشان نرتاح من بعض بأسرع وقت. يلا تحركي يا حلوة. مع السلامة، بشوفك بعد شهر، لا تنسى. عليك العافية، الله معك. مع السلامة. عفواً. تفضلي. أنا اسمي جلسوم، بنت للمريضة يتار أصلاً. عندي سؤالين وما رح أخذ من وقتك. طبعاً تفضلي ولا يهمك. أنا بعرف شو مرض أمي منيح، بس هي ما عم بتخبرنا تفاصيل حتى ما تزعلنا، وبظن أنه إجت وراجعتك اليوم، بس حتى هي عم بتخبي علينا مرضها. يمكن هي عندها أسبابها الخاصة. أنا بدي ساعدها وما بعرف كيف. هي عندها ورم بالدماغ، بعرف هالشي، وبعرف أنه هي عم تجي لعندك من فترة وتتعالج حتى تصغر حجم الورم، بس أنا جاية أطلب منك معلومات أكتر مشان أعرف كيف بقدر ساعدها. بصراحة أنا ما بقدر أعطيك تفاصيل عن المريضة، بس في شي ممكن إلك يا برياحة. أمك إجت الصبح مشان تبلغني أنه ما عاد تجي على العيادة من هون ورايح. كيف يعني؟ للأسف يا تار خانم رافضة تكمل العلاج يا مدام. بس أنا بعرف أنه عم تاخد الدواء تبعه. كيف عم تفكر بهيك شي؟ حابة تتعالج بمشفى تانية يعني؟ لا، حسب ما بعرف مو هيك القصة. أمك رافضة العلاج من الأساس. طيب شو ممكن يصير إذا ما تعالجت؟ الورم اللي بدماغها رح يكبر بسرعة أكتر من قبل. مع الأسف بهيك وضع صعب كتير نقدر قديش رح تعيش. أنا حكيت معها كتير بس هي ما كانت قبلانة تسمعني. يمكن أنت بتقدري تحكي معها، مين بيعرف، بركي بتقنعيها ومنرجع مكمل العلاج، لأنه كل يوم بمر بدون علاج رح يكون ضرر كبير بالنسبة إلها يا مدام. إيه فهمت، ماشي، شكراً إلك، يعطيك العافية. العفو، أهلا وسهلا. عن إذنك. أهلاً. تفضل فوت. أنا أجيت. طولتي كتير، استنيتك تخلصي شغل، ولما طولتي وما أجيتي حبيت أجي بنفسي وودعك قبل ما أروح. أنا انتقلت لبيت خالتي. كتير منيح، تمام، يلا مع السلامة، الله يبعث لك حظ أحسن. شكراً كتير لإلك. أنا كنت رح أجي أبكر من هيك هاندان خانم لوضعك قبل ما أمشي، بس يا تار خانم لهتني بالحكي. هاندان خانم، يا تار خانم، كل هم ما تعرف أنت إمتى بدك تروحي من هذا البيت. هلكتني وهي عم تسألني وأنا عم إلا ما بعرف، اختنقت منها على قد ما ألحت لتعرف. وهي شو دخل فيي إذا بدي ضل أو روح؟ هي ليش حاملة همي؟ إيه أنت معك حق، بس ما بعرف، هي قاعدة بالمطبخ وعم تسأل الرايح والجاي، يعني حاسة إنه هي مسيطرة على البيت تماماً. برأيي لا تتركي البيت هيك وتروحي. وسمعت شي تاني، هي عم تخطط تنتقل للغرفة الكبيرة، بظن قصدها على هي. هيك لكان مدام يتار بدها تعرف إمتى بدي روح. أنا رح روح وخبرها بنفسي. تعملي منيح.
روحي خبريها يلا. هذا هو المطلوب. يا سلام، شو هالمصاري كلها؟ تعوا تعوا لهون كلكم يلا بسرعة. أنا ما عم استناك تساعدني ورح روح صيد سمك. أصلي شو عم تعملي عندك؟ شو عم تعملي؟ رجعي. رايحة صيد سمك. تصطادي بعدين، رجعي. أوف. رح توقعي هيك، تركيه. وقع المجداف من إيدي. ماشي تركيه محله، لا تجيبي هلأ بتوقعي. مسكي الحبل، مسكيه. يا الله شو عنيدة. مسكيه مسكيه. تمام، بعد ايدك. اسحب اسحب. ما خلتني اصطاد سمك. تعي. ما قدرت الا ما تنقذني. البطل الخارق. لا بقى تعيدي هالحركة. ماشي ايه ماشي، ما بعيدة. قررت تساعدني، ما بحل أموري بنفسي. ما قدرت تفرط فيني مو هيك؟ انتي مشتهية السمك؟ والله ما قدرت أعرف كيف رح يكون سمك المي الحلوة، كنت رح جرب وشوف. خدي كلثوم. يسلم ايديكي. ايه شكرا حبيبتي. بما انه ما في حدا بالبيت، لا اخي ولا حدا، خطر لي رفه عن حالي شوي وقلت بيجي بشوفكم. كيفن اخي واصلي؟ هن المناح؟ ايه مناح على الاغلب. هن راحوا على بولو، يعني لو كان في شي مشكله هنيك لاصلي او لاخي كان اخي رجع اكيد. ايه معك حق، بكفي يكونوا بخير. خالتي هاندان رجعت على البيت، استلمت أمي مثل العادة وبلشت تسمعها كلام، عم تزعلها كل الوقت. أنا أصلاً عم بزعل عليها، ما بيكفي اللي هي فيه. شوفي شو صاير، لأنها تخانقت مع فرهاد. إذا قصدك مشان هاندام خانم، لا تزعلي أمك، ما بتوقف عندها. بس أمي ما عادت مثل قبل، ما عاد في عندها قوة. شو قصدك بهالحكي يعني؟ خلصينا بقى، احكي كلثوم، قولي شو في، شو صاير. امي مريضه كتير اخي. مرضها كتير صعب وتركت العلاج تبعه. امي رايحه على الموت برجليها، عن رغبة وإدراك منها، هي بدها تموت. طيب خلص اهدي.
بكفي. اهدي شوي واحكي لي شو صاير معه. شو لوين رايح؟ أنا رايح جيب كلثوم خالتي. عم اتصل فيها بس ما عم تجاوب. وين راحت؟ راحت لعند يجيت معزومة على العشاء. آه يا سلام على هالبيت. كلثوم صارت تطلع بالليل بدون ما تستأذن من إمها. إيه وقت ما بيكون في راس كبير عائل بالعيلة بيتاخد رأيه وبيكون شي طبيعي. نحن مبسوطين من حالنا أمي. بعدين كلثوم راحت لعند أخوها، ما راحت تعمل زيارة هون وهنيك. ماشي لا تأخذينا خالتي. يلا روح. فينا نحكي مع بعض شوي؟ احكي لشوف. انتي بعمرك ما اعتبرتيني من العيلة أبدا. زعلتي كتير لما أخي نامق قرر إنه يعطيني هالبيت لإلي. واضح يا تار، لوين بدك توصلي بآخر هالمطاف؟ وبعدين يلا احكي. اللي بده يحكي يحكي، بس أنتي كبيرة هالعيلة. عن جد عم تحكي؟ في إلي طلب واحد عندك. بنتي كلثوم تركيها بحالة. هذا هو طلبك؟ بنتك بتستاهل كل يلي أنا بقلها إياه. خلص بكفي، كلثوم لساتها صبية صغيرة، انداست كتير. تركيها، تركيها تشوف حياتها هي وعابدين. لا توقفي ضدهم، بكفي وقفي وراهم، هيك بيلبق لك أكتر. انتي انتي بتعتبري إما لكلثوم هلأ. شو خير إن شاء الله؟ انتي رايحة لشي محل؟ عم تحكي كأنك رح تتركي بنتك أمانة عندي. إيه؟ إذا بنتك انداست بيكون بسببك. أنت يا ما احتقرتي بنتك لسنين، ما ضل أذى ما أذيتيها يا. واللي صار بالنهاية إنها حملت وجابت ولد من واحد مو معروف أصله بدون ما تحسي بشي. ومو بس هيك، عشت سنين طويلة ما شفتي فيها وش يجيت فرهاد، ما تطلع بوشك يوم واحد ولا قلك أمي ولا حتى مرة واحدة. يلي عشتيه لولادك من وقت جبتيهم على هالدنيا، أنت المسؤولة عنهم سنين اللي جاية. ما رح تستفيدي شيء إذا طلعتي وعيونك عم بتدمع يا تار. لازم تكوني أم. أم شو؟ غيرتي الخطط تبعك ولا تقبلتي الهزيمة بسهولة؟ أنا ما بعرف، بس أنت آخر إنسان ممكن إنه يعلمني ويعطيني دروس بالأمومة. أنا ما عم بفهم كيف الإنسان بيتمنى أنه يموت، كيف ما بيفكر بالناس يلي حواليه واللي بيحبوه لهالدرجة؟ سهل أنه الواحد يتخلى عن الحياة والعيشة؟ والله أنا ما عم بقدر أفهم. شو الشي يلي عم بتعيشه جواتها؟ في عندها أولاد وفي عندها أحفاد، وفرهاد رح يصير عنده ابن كمان. لو تتمسك فيهم شوي، لو تفكر فينا. شو بيعرفني لو تفكر باللي رح تتركهم وراها؟ عن جد ما عم بفهم. بس أنا بفهم أمي منيح، حياتها كانت صعبة كتير، يبدو أنها ما بدها تحارب أكتر. أنا رح أفتح. أخي ياريت لو تحكي معه شوي، بس لا تقلها أنك بتعرف. صايرة حساسة كتير بهالموضوع بلا ما تزعل مني. إذا زعلت مني وبعدت ما منعود منقدر نوقف جنبها ونساعدها بالمرة. ماشي لا تاكلي هم، نستجوبها أنا وسونا. إجا عبدين. مساء الخير عبدين. تعا تعا كيفك يجيت؟ شاي لسه تازة، عود لحتى صب لك كاسة شاي. لا خلينا نروح، ما بدي شاي. يعني إذا بدك أنت فيك تضلي قاعدة أكتر بس تأخر الوقت. لا لا يلا خلينا نروح.
حبيبتي. أخي جولسو، لا تضايقي حالك إلا ما نلاقي شي حل، ولا تبكي قدام أمك. ماشي؟ ماشي. تعالوا أنتو كمان لا تطولوا، رح نجي. يلا. وهي ما عم تنكسر بسهولة كمان. كنت بدك تتجاهلني، انقلبت كل الخطط تبعك. وليش ما بقدر اتجاهلك بالله؟ تعملي اللي بتقدري عليه وبتشتتي لي مخي. ليش شو عملت؟ شو اللي ما عملتي؟ عملتي استعراض. استعراض؟ قلي شو الاستعراض اللي عملته؟ أول شي وقفتي جنب الشابين الهربانين وفوتيون على بيتنا وعلى حياتنا. وبعدين رحتي لتصيدي سمك. بس أنا ما خططت لأي شي من هاد. أنا ما قلت إنك خططتي لشي، بس هيك بينفهم وقت قلت إني عملت استعراض. هاي ميزتك أساسا، تعملي الشي اللي ما بينعمل. من مين متزوجي يا ترى؟ عم نشبه بعضنا مع الوقت. وكنا رح نتطلق. صرت حامل وما قدرنا نتطلق. حصل خير. شو الخير اللي صار؟ أني حامل ولا أنه ما تطلقنا؟ هاي الطريقة الألف لعدم الإجابة. لازم نطبع كتاب مثل هاد عنك. أنا من لما فقدت أخي كنت جنبي كل الوقت، وأنا بدي ضل جنبك كل الوقت كمان. بس أحياناً ما بيكفي إني أكون جنبك لريحك. أنا هيك فهمت. أنت ما بتعملي أي شيء عن قصد. هاي أنت، أنت أصلي. وجودك بيكفي لتغيري كل شيء فيني أساساً. لولاكي كنت لساتني فرهاد القديم، بس أنا هلأ مو هو. كنت رح تستخدم المسدس لو كنت فرهاد القديم؟ لو ما كنت جواتي كنت استخدمته فعلا. معناتها لا تترك إيدي أبدا بعد هلأ. هاي هي الحقيقة، أنت وأنا والوحش. أنا وأنت فهمنا، ومين الوحش؟ فرهاد، أنت في إلك عيلة. أنت وعيلتي وبس. ماشي، ما عم أحكي عن يطار خانم، يعني هاد بضل اختيارك. بس عندك يجيت وعندك جلسون، شو ذنبهم هن؟ هن اللي اختاروا مو أنا، اختاروا يضلوا جنب يطار خانم. فهمني ليش عم تلاحقك الشرطة؟ يعني أنا في عندي شوية جرائم. معناها منعمل الشيء اللي اتفقنا عليه وبعدين منهرب من هون. طيب فهمت، يعني موضوع إيديل كان مجرد حادث مو مقصود وخلصنا منه. بس هذا الموضوع ما بيشبهه، هاد صعب. أنت لازم تعملي خطة قبل وتنصبي فخ وتقتلي شخصين مع بعض، وهاد مو سهل. شو عم تتهرب هلأ؟ لا مبلا، انت عم تتهرب. لا، ليش عم تقولي عم تهرب؟ لكن شو مشكلتك جنيد؟ انا عم قول هيك مشانك انت، يعني اذا طلعتي على الشغلة من برا وحكيتي فيها بتلاقيها كتير سهلة حبيبتي. بس انت لازم انك تخططي وتفوتي على السكت وما تتركي اي بصمات، وتشتغلي شغلك بكتير دقة متناهية. فهمت علي؟ بتخلصي جريمتك ولسه ما بتكوني طلعتي على الباص فجأة بلبسوكي كلبشات بايديكي. شايفي قديش سهلة؟ انت لهلأ لسه ما بتعرفني منيح. طيب انت جاهز تسمع مني؟ جنيد، انت قتلت حدا صح؟ مستغرب كيف بعرف، ما هيك؟ انت اللي قوصت جيم، قيم من ذنوبك ذنب وارتاح شوي. انا يلي قتلته، انا. شباك، شو عم بتقولي؟ كيف يعني؟ دقيقتين، ما تحمل أكتر. بعدته على الطرف الثاني، خليته يروح على المقبرة، سحبت روحه. قول شو ما بدك عني، استخدم التعبير يلي بدك إياه. حليت الموضوع بدقيقتين بس.
شفت بالأخبار إنه هو انصاب. خالتي اللي عملت له العملية وضلت مستنفرة حواليه كل الوقت. أنا شو عملت؟ رحت فوراً على المشفى، على غرفة العناية المشددة، وما كنت بحاجة أطلب، فوت لعنده بتصدق؟ إيه بس قبل ما فوت على الغرفة، تعرف شو عملت جنيد؟ رحت واشتريت لحالي شعر مستعار مجعد وحلو وملون، وتياب مهرج ملونة، والمكياج ما في غلطة، وحطيت أنف أحمر كمان. قربت على الغرفة والبالونات بإيدي، سكرت على الكاميرات يلي صعب الواحد يخبي حاله منها ببساطة، بالبالونات يلي كانوا معي. كان بدي دقيقتين، اختلاط السم بالدم استغرق دقيقتين بس. مستحيل حدا يخطر على باله أني رح فوت وأخنق جيم وأطلع من الغرفة بهالسرعة هي. بس نفسهم قطع بوقت قصير وبطرفة عين. تعرف شغلة؟ ما ندمت ولا دقيقة واحدة. تعرف ليش؟ لأنه بيستاهل، بيستاهل بعد يلي عمله بإمي، ورح أعمل بأصلي نفس الشي ورح تشوف. تعرف جنيد؟ كل ما بتذكر حالة أمي يلي ياما تدخلت عليهم مشان يساعدوها تعيش، بتعب من شوفت وش أصلي قدامي. أنا وأمي يلي نايمة بأبرة لازم نكون مرتاحين. يعني قصدي أنا ماني سهلة بالمرة، لهيك بدل ما تنصحني وتقلي عملي ولا تعملي وبصمات وتخطيط وما بعرف شو، يا أما بتساعدني مثل العالم والناس يا أما لا تساعدني. عم تفهم؟ طيب ماشي، أكيد رح ساعدك، اتفقنا. بكرة لك عم. أكيد. يجيت أمك ليش رافض العلاج؟ بسبب فرهاد، مفكرة إنها عم تعاقب حالها، بس مو هاد الحل. هي ما عم تسامح حالها لأنه أخي ما عم يسامحها. طيب ليش ما تقول لفرهاد عن مرضها وعن الشي اللي عم بتعيشه؟ بلكي بينسى الماضي بقى وبيوقف جنب أمه. جلسوم قالت أمي ما بدها حدا يعرف شي، فرهاد لازم يسامحها، لازم يسامحها من قلبه، مو لأنه شفقان عليها. وقتها رح تقبل تتعالج. شو رح تعمل لكان؟ ما بعرف، بس أنا لازم لاقي شي طريقة لأجمع فيها فرهاد وأمي. ما في غير هالحل حتى تقبل تتعالج. رد عليه، بيكون قلقان عليك. ألو. نعم. شو أخبارك؟ منيح. نحن هيك صرنا هلأ؟ لا نلتقي ولا نحكي سوا؟ لا، هيك من هلأ ورايح. يعني اعملوا شو ما بدكم، بس لا تقربوا علي، مو هيك؟ قديش هالشي حلو؟ كأنه نحن ما زعلنا ولا صار معنا شي، لأنه نحن مو بشر. نحن ما زعلنا، نحن ما بكينا، ما صار شي لعائلتنا بالمرة. حياتنا حلوة كتير. ايه هيك بالضبط، حياتكن كتير حلوة يا أخي. اختفي هلأ قبل ما عصب أكتر معني معصب. انت على طول بتهرب، انت واحد جبان أصلا، هاي عادتك دائما. إذا طلعت لك مشكلة بتهرب إذا ما قدرت تواجه. سكوت. حكي كذب. انت بتهرب وقت ما بتقدر تواجه. كتير حلو والله، الحديث والمواجهة بدن قلب قوي، وانت ضعيف وما عندك قلب. يا سلام، كنت مفكر كل هالمدة انه أخي كبير وقوي.
بس للأسف طلعت غلطان كتير. أنت شو بتعرف عني؟ منين بتعرف شو اللي أنا عشته؟ أنت بتعرف نحنا كيف عايشين؟ بتعرف شو هي مشاكلنا؟ أكيد لا، لأنه أنت واحد أناني وما بتشوف حدا غير حالك. شو يلي أنت عشته حكي لي؟ يلا فتفضي عم اسمعك. يا جيت أصلاً شو شاف من الدنيا لحتى ضاع فيها؟ يلا قلي احكي. رح أقلك، أكيد رح أقلك، بس أكيد ما رح أقلك هالحكي على التليفون. تعال تعال نحكي. أنا جاي استناني. فرهاد استنى لا تروح، على القليلة اهدى وبعدين احكوا. لا بدي احكي معه هلا، واضح انه عنده مشكلة. طيب ماشي، بس على الاقل خلينا نروح نبدل تيابنا، شوف منظرنا كيف. شو عملت؟ حكيت معه؟ رح يجي؟ رح يجي. وكيف اقنعته؟ خليته يعصب، جاي حتى يحاسبني، ما رح يمشيها هيك. بلكي صارت الأمور أسوأ يجيت، بلكي زعلتوا من بعض. لا تخافي، تأكدي ما رح يصير شيء أسوأ من اللي صار زمان، رح حاول حل كل المشاكل. ماشي. يا ريت كل الأمور تنحل، لو يلتقى شي حل رح نحلها، إلا ما نلاقي طريقة أنتي لا تاكلها. دير بالك مني. ماشي هيك لكن أنتي هيك شايفي ما؟ يعني رح تنفذي خطتك لحالك؟ ايه طبعا، هي خطتي أنا ورح نفذها بنفسي. طيب ماشي، رح قلك وين تجي بعد ما بتخلصي شغلك. قلي. شو هاد يا بنت؟ شايفه خفيف؟ وين راحت نص المصاري؟ طارت. شو مفكر؟ هاي الدنيا بتتغير وما فيها أمان، يعني ما لازم توثق بحدا، كل واحد ممكن يبيع التاني بأي لحظة. أنا كان لازم أضمن حالي منيح. شبك؟ لا تزعل حبيبي، الموضوع عادي. هيك بيوم وليلة؟ الله يسامحك، أنا مثل ما عرفتني بالضبط ما تغيرت بنوب. عن جد أنت بنت غريبة كتير. هي جاذبية بيبي. أنا لازم روح، ديري بالك على مصاريكي تحسباً لأي طارق. طلع على هدول العيون جنيد، معقول اترك المصاري؟ أنا مستأجرة خزنة، شغلات أمي والشغلات المهمة دائماً بحطن فيها. حتى أنا رح أطلع معك، فيك تستناني شوي؟ رح جيبون وأجي. إيه ماشي، رح أستناكي بالسيارة. يلا. شكراً كتير إليك. أهلين أمي. ما فطرتي معنا كمان؟ بتحبي أعمل لك شي تاكلي بسرعة؟ لا بنتي، مو جاي على بالي شي. ليش ما تقولي بصراحة إنك مو حابة تادي معنا على طاولة يا تار؟ ولا لقيتي الحقيقة تقيلة على أدنيكي؟ أنا مو جاي على بالي رد على أي كلمة من كلامك، مشان هيك لا تاكلي هم، الحقيقة ما بتخوفني. ابني؟ أهلا وسهلا. صباح الخير. صباح الخير، شو اجيت لحالك أخي؟ كيف صحتك؟ بخير. فوت وعود، شراب كاس شاي. لا عابدين شكرا، اجيت أخذ أمي معي، بدنا نضطر نحن وياها، بس ما تكوني فطرتي أمي، سونا عم تستناكي، يلا نروح. لا أنا لسه ما فطرت، بس ما في داعي أعذبكم. الله يسامحك يا أمي، شو عم تحكي أنت؟ سونا جهزت كل شيء، تزعل بعدين ها؟ لا لا، رح أجيب شنطايتي وإجي معك. يلا. إيه تمام، يلا أنا رح أستناكي عند الباب بالإذن. مع السلامة. شو خير إن شاء الله؟ يا تار عمرها ما كانت أم، بس ابن النائب عم يدور حواليها مثل الفراشة. تسأليها إذا بدك أمي، يعني يمكن تتعلمي شي من خالتي يا تار.
بالأول فرحت كتير لما قلت إنكن عم تستنوني على الفطور، بس بعدين بلشت شكي جيت. إن شاء الله ما في شي سيء ابني. لا لا ما في شي أمي. جولسوم قالت هاندان رجعت على البيت، لهيك خفت أن تضايقك أمي. أنا وسونا أجب بالنا نبعدك عن الجو، وأوزجور ما شافك المرة الماضية، قلت أن نعمل له مفاجأة. يلا ماشي خلينا نروح. يلا أمشي. ايه من شوي وصلنا على البيت. يعني اخي فرهاد معك هلا؟ ايه ليش عم تسألي؟ ما بعرف، بس انا وياكي تركنا بعض وانتي زعلانة مني. قلت اجي لعندك نقعد مع بعض ونحكي بهدوء. خلي القعدة للمسا جوليدا، نحن لازم نروح على بيت يجيد بعد شوي، وعدنا الجماعة. ايه يعني قصدك ما رح نقدر نقعد لوحدنا. خالتي لك عندي اقتراح، فيكي ما تروحي معه لعند يجيد؟ لا بظن انه لازم روح معه. جوليدا شبك الدنيا ما خربت، منشوف بعض بعدين. يعني ما بعرف، بس كتير كنت حابة أشوفك اليوم، حاسة أني مشتاقة لأمي. يمكن مشان هيك قلت منجتمع أنا وياكي، منقعد مع بعض مثل قبل، منحكي ومنتصالح. بس خلص مو مشكلة، لا تشغلي بالك في روحي، ومنشوف أمتى منلتقي. لا خلص جوليدا أمي تعي، أنا بالبيت عم استناكي. بشوفك. ماشي عم استناكي. أصلي خانم فاضية شوي؟ لا تأخذيني إذا أزعجتك. لا لا تقول هيك حضرة النائب، تفضل أهلا وسهلا. شو خير، في شي مشكلة؟ الشباب مبارح سمعوا صوت رصاص قريب من بيت نامق أمير خان. كيف يعني عن جد؟ الشباب قالوا هاد اللي صار، لو أثر دم لنامق أمير خان. يعني عم يحوم حوالين البيت. طيب تفضل قلي أنا كيف فيني ساعدك هلأ؟ بما أنه وصل لجنب البيت فممكن يكون حدا شافه. يعني أنا ما شفت حدا، بس ممكن أسألهم واحد واحد بالبيت وبخبرك. ما بعرف. أصلي خانم لو بدي أسأل يلي بالبيت كنت سألتهم، بس حضرتك مختلفة عنهم. أنا بشو بختلف عنهم حضرة النائب؟ هنن أكيد رح يحاولوا يحموا بعض، بس أنا وأنت تعاوننا سوا من قبل. يعني برأيك زوجك له علاقة بهالموضوع؟ أنت شفتي نامق أمير خان؟ اسمع حضرة النائب، أنا وأنت ما تعاوننا سوا، يعني الشي اللي عملناه ما اسمه تعاون. أنا انحطيت بموقف صعب واتصلت فيك وبس، يعني بالنهاية أنا اشتغلت من ورا فرهاد وما كنت مبسوطة من هالشي، ولا تتوقع مني شي تاني غيره. أخذت جوابك مش الحال؟ مو هاد اللي بدي إياه سيد فرهاد. حضرة النائب، نحن ما تعرفنا على بعض بظروف حلوة، كان في شوية مشاكل، أنا ما عاد في إلي أي حساب مع نامق، لا منيح ولا سيء. إذا صار وشميت أثره أنا أول واحد رح أتصل فيك وخبرك، طمن على آخر. أنت متأكد؟ أنا ما عاد في إلي أي صلة معه، لا مادية ولا معنوية. أنا شايف نامق أمير خان مثل ما أنت شايفه. ماشي نحن سوا بهالشي. أي بالمناسبة اجتنا معلومات انه نامق امير خان عم يشتغل مع جنيد كوشاك. هن الاثنين لابقين لبعضهم البعض. بما انه رح نتعاون سوا خلي عيونكم وادنيكم مفتوحه منيح. من خبرك اذا سمعنا شيء اكيد. عن اذنك. مع السلامه. شو اللي سمعته؟ شو عم يصير؟ مع مين؟ معقول أنا سمعت غلط شيء؟ أنت رح تتعاون مع النائب؟ لا سمعتي صح، ما حدا رح يقدر يساعده غيري أنا. عملت الصح. كيف قدرت تجيبهم؟ جوليدا جابتهم. جوليدا؟ ليش دخلت معنا بالقصة؟ الشخص الثالث اللي حكيت لك عنه جوليدا رح تجي معنا. انت كيف بتوثق فيها يا غبي؟ طيب وين باقي المصاري؟ هي رح تجيبهم معه وقت تجي، لا تخاف، هي اللي خاطرت وراح جابتهم، يعني اعتبروا نوع من انواع الضمان. انت اكيد عم تحلم، بتكون هربت فيهم هلا. البنت مو سيئة مثل مفكر خالي، وانت كمان ما بتثق بحدا خالي، هاد عمل هيك وهاد ما عمل هيك. لا عن جد رح تجيبهم وتجي،
كنت حسيت لو كان في أي شيء غلط. معقول يعني؟ أنت ما بتعرف هي البنت منيح جنيد. أنا اللي بعرفها منيح. هي عملت معي علاقة قبل من شان المصاري ولاحقتني لفترة طويلة. أجيت لعندك وقت ما رضيت أعطيها وش. فهمت قديش أنت غبي مع هيك؟ خالي، خالي أنت عم تفتري على بنت بريئة. البنت ما في منها، ليش عم بتفوت القصص ببعضها ليش؟ ماشي، لا تبكي. إذا ما أجت وتقول خدعتني خالي ما رح تطلع بوشك ساعتها. قطع الحدود يلا. لا لا لا، أنا عندي ثقة فيها ورح تجي، أكيد رح تجي. كنت حسيت لو هي كانت عم تخدعني. لا لا لا، رح تجي أكيد رح تجي. فرهاد يلا فرهاد. يي، شو قررتي تروحي؟ ما بعرف، يعني قلنا منروح لأنك تأخرتي، فكرت أنك غيرتي رأيك. الطريق كان زحمة كتير مشان هيك تأخرت عليكي. يعني ما فيك تضلي قاعدة معي؟ وبصراحة في شغلة أنا كنت حابة أخذ رأيك فيها. هلأ بشوف. أنا رح روح. كنت حابة روح معك. ما في داعي تشغلي بالي، يعني بالنهاية أكيد ما رح نضرب بعضنا، رح نحكي مثل أي اثنين أخوات. وأكيد جوليدا عندها شغلات حابة تقلك إياها على انفراد. أخي فرهاد قالك ضلي هون. ماشي ماشي خلاص. أصلي بدي أقلك إني بحبك. وأنا كمان بحبك. أنا رايح. الله معك الله معك. ماشي. ليك خليهم يقولوا لي شو أسعار الجرانيت كمان، لأنه بدي قارن فيهم. ايه منحكي. ماشي. مين فتح الخزنة يلي بمكتب دامق؟ المصاري يلي فيها راحت. كيف بدنا نعرف مين يلي فتحها أمي؟ بعدين ليش عم تسألي بهالطريقة؟ شي كتير عيب. ميه، انت ما بتعرف شي أساساً. بس أنا بعرف مين يلي مد إيده وسرقها، يلي حاطت عينه على الميراث وطمعان معروف. لا هيك كتير خالتي، بكفي بقى. هف، هيك كتير عيب، ما كان لازم تحكي بهالطريقة. عيب؟ انت خليك هيك على نياتك، ما رح تستوعب شو عم بيعملوا ليسحبوا البساط من تحتك. بس تشرف يا تارخانهم، بعرف كيف حاسبها. رح تشوفوا بعيونكم انه هي يلي سرقت الخزنة. هي ما انا شايفة قدامها غير ثروة نامق. لك شو هالطمع هذا يا ربي، شو هالطمع كله. أكلت أكلت بس ما شبعت. تسلم إيديك يا حبيبتي. صح وهنا، بس أنت ما أكلت منيح أمي. معقول يعني؟ أكلت كتير. تعرفي شو؟ رح أعمل قهوة برغوة ونقعد نشربها هون. تمام؟ تمام. فرهاد ليش إجا؟ أنتوا اللي خبرتوا؟ أهلا وسهلا بأخي فرهاد. أنا كنت رح أعمل قهوة، فوت عود ما بطول. يا جيت مو هون؟ بلا جوا، رح ناديله فوت عود.
شكراً إليك. شفت صحنين مغسولين بالمطبخ، شو كان عندك ضيوف بالليل يعني؟ شو ما رحت أسقي فيني بالمرة؟ شو علاقة السؤال بالثقة جوليدا؟ يعني عادي يكون عندك رفيقة، أنت عايشة بهالبيت ممكن أي رفيقة تزورك، شو فيها هي؟ مع العلم أنك عم تعملي شغلات كتير تهز ثقتي فيكي، بس خالتي رجاء نتذكري أول يوم التقينا فيه، كنتي دافية كتير ومليانة بالحب، شو هالتغير؟ لساتني هيك جوليدا، لساتني بحبك مثل قبل. ماني عم صدق، أنتي أصلاً مو حاسة فيني، أنتي كنتي معتبرة أنه أخوكي هو كل عيلتك ونسيتينا، لا اعتبرتيني ولا اعتبرتي أمي من عيلتك. شو هالحكي اللي عم تحكي جوليدا؟ أنا عم أقول الشعور يلي حاسة فيه وهي هي الحقيقة بصراحة. أنتي عن جد هيك عم تفكري جوليدا؟ ايه عن جد. ماشي، أنتي قديش كنتي معي صريحة من وقت إجيتي لهلأ؟ سألتي حالك شي؟ خبيتي حياتك عني، خبيتي ماضيكي، خبيتي تصرفاتك، وكل ما بحاول أفهمك بحس أنك عم بتخططي لشي لتهدمي شي تاني ما بعرفه، كأنه مخك بمكان تاني كل الوقت. بقول هاي البنت ما بتغلط، هاي بنت أختك، من أول يوم عرفتك فيه وأنا بحس أنك بتستمتعي بتعاسة الناس وأحزانهم، فهميني شو عم تعملي؟ بحاول أقنع حالي وقول بلكي أنا فهماني غلط، بلكي هي مو هيك، بس طالما أنتي هيك إذا ما كنتي صادقة وما قلتي لي شو بدك وشو مشكلتك ما رح نتفق أبدا. لا تطلعي فيي هيك، لا تطلعي، بكفي بكفي، حاج تجرحيني أكتر من هيك لو سمحتي. بس أنا ما عم أعمل شي إجرحك فيه. شكراً على الشاي. أوف يا ربي، شو بدي أعمل مع هالبنت الطايشة؟ شو بدي أعمل؟ ساعدني يا الله ساعدني. أنت يلي بتعرفي كل شي، أنت المنيحة وأنت الصح. أنتي الحلوة والمنيحة ويلي بحق لها بس تفرض شخصيتها. لو تعرفي قديش بكرهك وقديش بتلعيلي معدتي، وإني ما بطيق شوفك ولا أقعد معك ولا ثانية وحدة، ولا بطيق هالقرابة اللي بيناتنا. جون، نامق رح يروح قبلنا، خلينا نلتقي على الساعة 3 بحديقة الشاي اللي بمركز حسيني. صار لازم ترتاحي، رح خلي الأميرة ترتاح للأبد. حابب اجي لعندك اليوم المساء اذا كنتي فاضيه، اشتقت لك كثير. جنيد، جنيد، هذا الشي بيوجع بتعرف؟ إنه نحنا نكون جنب بعض وبعد عن بعض، بعد عن اللي منحبهم، بعد عن أولادنا، كل واحد بياخد اللي بيستاهله، ما هيك؟
صحيح أنا اللي ولدتكن، بس ما قدرت حافظ عليكن، ما قدرت إني أجمعكن، قصرت كتير بحقكن كلكن. إذا عم تفكري تخلصي من ذنبك فلا تحاولي، فيكي تبكي قد ما بدك، فيكي تسكتي، وفيكي تحكي كل اللي بدك يا ما رح تستفيدي يا يتار أصلان. معك حق، شو بدي أقول؟ مكتوب على جبيني من وقت خلقت، عايش أنا وابني بعاد عن بعض. لا تحاولي تستعطفيني، أنت بعتي عائلتك مشان شوية مصاري، شتتينا، ما فكرتي فينا ثانية واحدة، ما كان عندك لا ضمير ولا كبرياء، ما فكرتي بكرامتك ولا شوي، ضليتي سنين طويلة تقولي له أخي قدام الكل، خبيتي عنا حقيقة صعبة ومرة. فيك تقولي لي كيف قدرتي تعملي هيك؟ لا تحكي لي عن تقصيرك بحق أولادك، قولي لي كيف ما خجلتي كل هالسنين وكيف صحيتي هيك فجأة. حبيته. يجيت مو الأحسن إنه ننزل ونقعد معهم؟ سونا حبيبتي تركيهم، خليهم يحلوا الموضوع بيناتهم، خليهم يطلعوا كل يلي جواتهم ويرتاحوا، خلينا بعاد بلا ما نتدخل. ماشي ماشي. حبيتي واحد حقير مثله؟ ليش ما حبيتي أبي؟ قولي لي ليش ما وقفتي جنب نجدة الحلة؟ لأنه ما معه مصاري؟ لأنه كان عنده ضمير؟ لأنه شهم ومحترم؟ لأنه لا بيكذب ولا بيخدع؟ كان شريف أكتر من اللازم مو هيك؟ سكتي على موت أبي بس لتقدري تكوني جنب القاتل ولو على حساب عيلتك. برافو، انت مذنبه مثلك مثل نامق، ايديك ملوته بالدم. مو بس قتلتي ابي، قتلتيني الي كمان. خليكي عايشه حياتك اللي اخترتيها. ماما يا ترى لا تبكي، بترجاك خلص راح، بكرة كل شي رح يكون أحسن. أنا بستاهل، بستاهل كل شي قال لي يا أبني شوي. جوليدا، جوليدا افتحي الباب، شو عم تعملي عندك؟ شو بدك فيني؟ شو بدك فيني؟ بدي أعرف شو علاقتك بنامق وجنيد. شو مفكرة حالك عم تعملي؟ شو دخلك؟ أنا بشوف يلي بدي وبحكي مع يلي بدي، أنت شو دخلك؟ أنت كيف هيك عم تحكي معي؟ بكفي لهون، ما عاد بدي أسمع منك نصائح، عم تفهمي؟ شو عم تعملي؟ أنت شو عم تعملي؟ جوليدا، جوليدا شو عم تعملي؟ أنا مليت منك، عم تفهمي؟ لا عم تنصحيني، بكفي هيك. جوليدا، جوليدا افتحي الباب، لا تروحي نفسك بحكي فاضي، لأنك هلأ رح تحتاجي جوا. شو قصدك بهالحكي؟ رح تفهمي بعد شوي.
أنا شفت رسالة بموبايل جوليدا، راح تشوف جنيد على الساعة 3 بحديقة الشاي اللي بمركز حسين لي، ونامق داخل بالقصة. اجتنا معلومات إنه نامق أمير خان عم يشتغل مع جنيد كوشاك، لايقين لبعضهم البعض. بما إنه رح نتعاون سوا، خلوا عيونكم وأدينكم مفتوحة منيح. فهميني شو بدك جوليدا؟ شو مشكلتك؟ أنا من حقي أعيش عيشة حلوة مثلي مثل غيري، بدي عيشة أتعامل فيها مثل البشر، ما أنهان ولا دور فيها على المصاري، عيشة فيها حب واهتمام مثلي مثل كل الناس، بدي عيشة راقية مثل عيشتك أنتي. أكيد جوليدا أنتي بتستاهلي هيك عيشة وأكثر كمان. طبعاً بستاهل. اسمعيني منيح، العيشة اللي عم تحكي عنها ما بتصير مع جنيد ونامق جوليدا. أنا شو دخلني بجنيد ونامق؟ ليش عم تحكي عنهم؟ بكفي لبقى تحكي معي باعتبارك خالتي على أساس بهمك أمري كتير. لا تحكي معي وكأنك ملاك الخير النازل من السماء. ما بدي أسمعك، عم تفهمي؟ ولا بدي أشوف وشك بعد هلا. أمي، أنا ما حبيت غير أمي وبس، ولا تفكري إني حبيتك أبداً. كل شيء قلت لك إياه كان كذب. أنا خدعتك من أول ما شفتك لهلا. لعبت عليكي، أنتي غبية كتير، أنتي ما بتعرفيني بالمرة، بس رح خليكي تعرفيني. الشيء الوحيد اللي بتمناه هلا إنك تتدخلي علي وأنا زلك، مثل ما تدخلت أمي عليكم زمان، رح تتدخلي علي هلا. جوليدا، أنا ما كان إلي علاقة باللي صار، أنا ما خليت حدا يتدخل علي، ما كنت بعرف بالرسائل اللي عم تحكي عنها غير وقت أنتي ورجيتيني إياها. خلص اخرسي، شو دخلني؟ أنا شو دخلني؟ الشي الوحيد يلي بعرفه إن أمي ماتت من شدة الفقر، يعني أمي ماتت بسببكن أنتو، بسببكن. جوليدا، أنا عمري ما عملت شي سيء لأي حدا، بترجاك افتحي الباب، أنا بلشت دوخ. قليلي لو سمحتي، يمكن افتح الباب. جوليدا، لو سمحتي افتحي لي الباب. أكتر ترجيني أكتر من هيك؟ جوليدا، لو سمحتي افتحي الباب. ترجيني كمان، بترجاك افتحي لي الباب، أنا عم دوخ. ترجيني مثل ما ترجتكن أمي زمان، ترجيني بصوت عالي، قولي بترجاكي، بتوسل إليكي افتحي لي. ترجيني، يلا بدي أسمع صوتك عالي، بدي أسمعه، يلا توسلي. شو صار؟ لقيتيها صعبة عليكي ما هيك؟ فيها إهانة كتير ما؟ وفيها زل كمان. جوليدا، بترجاكي افتحي الباب، أنا دخت. أمي كان يصير معها هيك، وكانت تحس إنها دايخة ومعدتها كانت تلعي على طول. أمي كان بدها تموت مثل ما أنتي هلأ بدك تموتي تماماً، بس ما حدا ساعدها. من الصبح وأنا عم بستناكي. ماني رايقة، اتركيني. ما دخلني بهالحكي تبعك هاد. شو عملتي بالمصاري اللي بالخزنة؟ شو عم تقولي؟ مصاري شو؟ كذابة، انتي سرقتيها. قولي شو عملتي بكل هالمصاري؟ لمين وزعتيهم؟ قولي. شو هالحكي هذا؟ اني مصاري؟ شو عم تقولي؟ انا ما شفت شي بالمرة. كذابة، مين يلي رح ياخدهم غيرك؟ خير، ليش عم تتخانقوا؟ شو اللي صاير هلا؟ انا مليت، ما كان باقي غير تتهميني بالسرقة وليكك عملتيها. لأنه أنتي ما بهمك غير المصاري وبس، مشان هيك تقربتي من نامق. الله أعلم شو الحكاية اللي حكيتي له إياها، بس كل هاد ما كفاكي مو؟ أصلاً لعلمك فرهاد وقف قدام عابدين وعمل كل يلي كان يقله عليه نامق مشان مصاري بس، وكان ينفذ كل طلباته كله مشان يستولي على المصاري وأملاك أخي. ليك اسمعيني، اسمعيني منيح، أنتي عم تغلطي كتير بحقنا. لا أنا ولا ابني كمان بحاجة لنعمل أي شي مشان نسيطر على ميراث نامق مثل ما عم تقولي. قلك ليش؟ لأنه فرهاد بيكون ابنه لنامق. فرهاد بيكون ابنه، فهمتي ولا لسه؟
فرهاد؟ كنت متوقع حدا غيري؟ لا لا، أنا مين رح أتوقع؟ نهاية الطريق جنيد. شو صار لك؟ مو حلوة كتير من هون؟ أي نوع من الرجال أنت؟ أسطورة. بس أنت كيف لقيتني هون؟ عن جد قلي كيف لقيتني؟ مين قال لك يعني؟ أنت بتوثق بالناس الخطأ، وهالشي بيفيدني إلي. طيب مين هن الناس الخطأ؟ قصدك على جوليدا؟ ما بعرف. لا تفرح كتير فرهاد، ما فيك تاخد ولا كلمة من تمي. هنن اللي رح ياخذ. كل إنسان منا بيدفع ثمن أفعاله، بس أنت هلأ رح تدفع. شو نعمل؟ نصيبك. مفكر إنك رح تربح مو هيك فرهاد أصلاً؟ طبعاً طبعاً، أنت بتنبسط وقت بتفوز، بتأمرهم بيقعدوا بتأمرهم بيوقفوا مشانك، بس الدنيا تبعنا حظ ونصيب يا فرهاد، وما حدا بيربح على طول. وانت رح تخسر كمان، رح تخسر كتير. انا رح ادفع الثمن هلأ، هي مو مشكلة، بس انت رح تاخد عقاب ما بتتوقعه. ما اجت جوليدا اليوم وألحت عليكم كتير مشان تضل لحالها مع اصلي. ليش؟ كان بدها تضل مع خالتها على انفراد يا فرهاد، وبتعرف ليش؟ لتحكي لك كيف تخلوا عنهم وكيف رح تنتقم من خالتها. هي البنت مجنونة كتير، معتوها بس حلوة كتير. جوليدا يلي سحبت الخيط مني رح تكون مشغولة بقتل مرتك هلأ، وأنا نبهتك. جوليدا، أنا كتير كنت حابة إنه نضل عيلة واحدة، صدقيني أختي وأخي، نحنا بترجاكي افتحي لي جوليدا، كل عمري بتمنى نكون سوا. وأنا كل شي تمنيته عيلة حلوة بس ما تحققت. جوليدا بترجاكي افتحي الباب، راسي فاتل ومعدتي عم توجعني، ممكن يصير شي لابني، بترجاك افتحي الباب بقى. لو عرفتي امي كنتي حبيتيها، كانت حلوة كتير، كانت حلوة مثلك، كانت لطيفة كتير. جوليدا انتي شو اللي عملتيه؟ أحياناً كنت غار مني، خالتي جوليدا. جوليدا أخيراً قدرت انتقم لأمي من كل حدا ظلمها، أخيراً انتهى. خالتي خالتي خالتي، شو عملت؟ أنا شو عملت؟ أنا شو عملت؟ خالتي شو عملت؟ شو صار؟ الله يلعن الشيطان، الله يلعن الشيطان. خالتي أنا آسفة كتير، خالتي 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 أنا آسفة، بعتذر منك كتير خالتي. أنت صرت طيب كتير،
أصلي بدي أقلك أني بحبك.